نلعب في دقيقة 65 وهجوم يبنيها اللوسيسي يوزع الأطباق والفوزاعي في تسويبة ما يعرف سرها كان هو ويسكنها شباك ويضعف بها النتيجة. على ضربة جزاء احتاج عليها ملاعبية القوات. ضربة جزاء نجح في تنفيذها يوسف الفزاعي وحقق الهدف الأول لفريقه. كبر الفترة الأولى من النهاية، الملعب الجيش كان قريب من أحداث الفارق بعد محاولة فخر الدين قلبي اللي تصطدم جاهزين أشرفت فيه ومش خلالها تعيد المباراة نتيجة التعادل قبل نهاية الحوار ب 11 دقيقة 1-1. عشر دقائق لكن تعود مرة أخرى يبدأ المدرب حماد الدو عمل جمعية جلبة وشوف تعادلات مع قوة الجبسة ومستقبل مرسى وشوف جزاء ضد الزحمة ترجع الكورة من جديد للملعب الجاسي ترجع الكورة من جديد صالح الملعب الجنسي. حلوه العمليه بتتم صوره كثيره التسديده من جانب بيت البشير ترجع الكره ثم مقابل ترجع الكره من جديد لصالح الملعب الجنسي العودة إلى حضور الملابس. الحكم هيثم جيراك ينظر الساعة يستعد للإعلان على نهاية الشوط الأول. واضح العملية باش تكمل لصنع الملعب الملعب الجبسي. هل يتمكن أبناء حماد الدو من استغلال هذه المنصوصة؟ أكيد باش يكون موعد باش يشد أنظار محبي وعشاق هذه اللعبة من خلال الكأس الممتازة بعد انطلاق انطلاق بطولة العلاقة بين الرياضيين السوسيين من سنوات وسنوات خرج على اعتزال هذا اللاعب المنصوص في هذه المباراة وأيضا يبقون في حياة الجزء كل مرة إن شاء الله يرجع بالكرة السوسي إبراهيم أشوري وتسديدة قوية العرض الناجري تشوفوا التسديدة القوية عدد ربون تساقوا العرض الناجري يمنح العملية الأخيرة هاي التسديدة شوفوا التسديدة الأخيرة أيضا من خبر عبد الجبسي إلى يوسف الفزاعي من جديد يوسف الفزاعي يدفع كورة رجع القائم الأول إلى حد الآن ترجع الكورة لمين عن طريق يوسف الفزاعي يوسف الفزاعي حسام الكرة طويلة يبحث على مساندة سعد بكير فزاعي طيب العملية يحاول يحضر وترجع من الجيد لفئة الملعب الكبس عن طريق يوسف الفزاعي فزاعي حمزة البركوش يوسف الفزاعي يوسف الفزاعي نتيجة سعد بكير سيلا يوسف الفزاعي يوسف الفزاعي تدخل هي مع خطة ذكية تعتمد الحملات المضادة اللي يقودها جابون بكون في الدقيقة 37 كانت أول محاولة جابة لهذه الصيدة هذا جلاسي اللي مر الأطباق الكبير واللي سدد مرة في كرة أطباق الفزاعي اللي بكل ثقة في نفسه يثلث الحصيلة We'll be right back.
تسديده قويه من يوسف الفوزيعي في غاله الحارس رامي جريدي وتعلن افتتاح النتيجه. ثم سار بالملعب الجيبسي الى حد الان تتفك الكره تمشي الى وسط الميدان يوسف الفوزيعي يوسف الفوزيعي مازالت عنده الكرة يحط الكرة والهجوم لمستقبل فعل ملعب الجيبسي وطويلة من حوزة الملعب الجيبسي يوسف الفوزيعي تعمل عليه برشا الملعب الجيبسي بالاخدام الكرة مصفى يعني حوصة الكرة وأرضي تاني فوق وتتفكلوا الكرة هذه ترجع مرة أخرى تمشي الكرة عيسى مدريد اليسار يوسف الفوزيعي في الحوار كم يعرى أخرى الكرة في وسط الميدان عيسى مدريد يوسف الفوزيعي الكرة براسه تعديت لي أكرم السيسي على كل ترجع الكرة للملعب الجيبس في وسط السي تتفك في وسط الميدان ما تجيني بالعيد لكن التغطية إلى ملعب الجيبسي من يوسف الفوزيعي اللي محمد العقربي وتم استفان حسين ناصر ترجع الكرة ليوسف الفوزيعي يتعدل ترجع الكرة شادي غراب يوسف الفوزيعي من وسط الميدان صلح ملعب الجيبسي الكرة على الساق اليسار تفك الكرة سند الراجل تفك الكرة ترجع ليوسف الفوزيعي هي العملية اللي صلح الملعب الجيبسي يهب سعد الدير يلعب كرة قصيرة مع الفوزاعي تسديدة في دين الحارس معز بالدقيقة 71 هدف الخامس دقيقة 77 الجوك يرفع رصيده إلى 7 أهداف في هذه المباراة ترجع كرة صلح الملعب الجيبسي سعد الدير فيه العملية تسديدة وهدف هدف لصالح الملعب الجيبسي هو من يوسف الفوزاعي في الدقيقة 80 يوسف الفوزاعي يذلل الفارق الإعادة ولوغة من سعد الدين يحط الكرة الفوزاعي على ساق اليسار ويغلط الحارس معز بن شلفية 6 أهداف مقابل هدف لصالح الترجي والتغيير 3 اهداف لصامويل إدياس هدف لحسين الراجل هدف لهيثم الجويلي وهدف ليوسف الفوزاعي صاحب الهدف الوحيد قبل ما ندرك ربع ساعة الأولى يعني دقيقة 14 توزيعة كانت ممتازة ثم اتخلت للفوزاعي يوسف الفوزاعي يلعب مع هشام السيفي يرجع الفوزاعي بن سيسي أكرم بن سيسي ويوسف الفوزاعي أكرم بن سيسي من السيد يلعب كرة طويلة ماهوش في موقع تسلل يوسف الفوزاعي هجوم الملعب الجيبسي خطيرة العملية تسديد ويدخل تفك الكرة تعود لصالح الملعب الجيبسي الفوزاعي يلعب كرة مع قتلوا المادش في 13 دقيقة بثلاثة بونتوات بدا يوسف الفوزاعي بضربة جزاء في الدقيقة 51 ضربة جزاء هو الهدف جاوبتهم الساعة على كلامهم ردة الفعل نتاعي يمكن جات ما مش باهية شوية بعتذر منهم وكا جيت سكتهم الترويج بتاع حمزة الأحمر حمزة الأحمر ماشي جدا في وسط ارجع الكورة من جديد صالح الملعب الجيبسي يخرج بلبوني ماشي جدا في الخط الأمامي الملعب الجيبسي ترجع من جديد شوف عاطف سريع الفوزاعي الفوزاعي كبير يكتب الكرة شوف السرعة في عكس الهجومات سعد بدير ترجع الكرة من جديد هو يسر تحديد سعد بدير الحكم يعطي أسبقية خليل الفراغ يعود لصالح الملعب الجيبسي خطير في الهجومات المعاكسة خطير حتى أن النساء في الملعب الجيبسي
شوارع الساعة السوسة وفي عاصمة الحملة قدس العادة المراوغة الأولى الفرحة متواصلة. طيب هذه العملية كبر بالتواسيل ويجيب نهائي بعد 15 سنة لما سفر مراد الدعم التغييرات دائما أمن الترابيسي وإياد المساكي واصل عملية صنع الملعب. رد السيدة جي قوي يوسف الفوزيع يتواغل في 18 يدخل عليه زبير الدراجي والحكم دبوس يعلن على ضربة جزاء. في مرة أول ترجع لصالح الملعب القيبسي فوزيع يتعدى عنده إمكانيات كبيرة فوزيع لا إلى حمز البكوش فوزيع يسيق يسرى محترمة جدا فوزيع إلى حسن محمد شويت وعلى الأول الملعب الجنسي الملعب الجنسي سجل بوت لفابريس ونانا فوزيع يخلى الكرة أحمد حسن إلى السيف هو فوزيع بالتمرير يخذ الكرة بكل ذكاء حمزة بكوش يا فوزيع يطلب الكرة من الشارع اليمين احمد حسن سريع توصل له الكرة بكل ذكاء فوزيعي الى احمد حسن من جديد يلعب مع الفوزيعي شوف يلعب مع الفوزيعي مش هو اللي يختار مش يلعب الباس يوسف الفوزيعي ويوسف الفوزيعي معناها بصراحه لاعب تكتيكي ممكن زاد كما كنت نحكي لاعب اللي تلعب الكرسي صغير نفسه ممكن زاد هنا لانه يدعم مع الفوزيعي في الشوط الثاني ممكن وقتها يصير معناتها يصير الضغط خاصة أنه غالب خاصة أنه معناتها مير كنزاري عنده الحلول على دكة الاحتياط عنده لاعبين كل كرة بحسابها كل مخالفة بحسابها كل ترجع لصالح الملعب الجيف فوزيع يشوف المراوغ فوزيع يحتفظ بالكرة ولا كرة لصالح الملعب الجيف ولا كرة عن شجون لصالح الملعب الجيف السيف معاه في المدافعين كيف السيف رجع الكرة من جديد لفوزيع فوزيع اوه برشا مراوغات ممتاز بعتينا للكورة سيف الكرة حاليا في وسط الميدان يوسف الفوزيعي اليو سي سي اليو خلدون منصور اللي قدم موسم ممتاز مع نجم اولمبيك سيدي بوزيد كما يوسف الخميري من جديد المحاولة من الجهة اليمنى لهجوم الملعب القيبسي التوزيع على مستوى القائم الثاني احمد حسني تصويبه راس الهجوم لاحمد حسني وسط الميدان ايمن الكثيري ثم يوسف الفوزيعي يوسف الموسم الجديد اللي باش ينطلق اسبوع بعد لقاء المنتخب التونسي والمنتخب الليبيري في مباراة هامة في تصفية كأس الهجوم الاحتكاك مع دفاع الضيوف ووسيم بن صلاح يأمر بمر ابن التوزيع
في المناسبة الثانية لكن العربي الجزري يسجل قبول ثلاث الأهداف في الدقيقة 90 من ميدان يتلقى في العلاج مهاجم الملعب الكيرسي سام كيرسي هي في الكرة كانت من سيفو يطلب على يوسي سي توصل لحمزة البكوش كرة على اليمين للملعب الكيرسي وهجوم الملعب النجم الذي ساحل للدفاع على الملعب الكيرسي قلنا نسبة امتلاك الكرة 71% حتى حمزة حتى كرة ليوسف الفوزيعي ما ثمش التسلل لهشام السيفي راس راس سيفي 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 الهدف رائع هشام السيفي صنعة كبيرة كيفاش خذ الكرة بسرعة تخلي من تحت ال 550 وحط الكرة في الشبكة بتاع زيادة جبالي هذه الإعادة التمريرة الحاسمة بتاع يوسف الفوزيعي فتبقى الهشام السيفي ياخذ الكرة وحده راس راس كل صار هدف التعادل يعمل باراد عالمية زياد جبالي اليوسي الهدف الثاني الهدف الثاني الثاني بعد اثنين بلاش اثنين اثنين ركنية تتنفذ اليوسي ساعة طاير تضرب في الجزاء ما نجم يعملها شيء زياد جبالي على الملعب الجيرسي 3-2 ينخفض نسق المباراة الريتم يتيح برشا بعد ما شفنا نسق عالمي مع بداية إياب المساكني بالراس بنترشا قبل ما توصل إياب المساكني الهجمة لملعب الجيرسي أحمد حسن حسن يعني يكون الثاني ممتازين مهاريين ولكن الروح الانتصارية لفريق الملعب الجيرسي قد تخلق الفارق الكرة عند يوسف الفوزاعي والهجوم لصالح الملعب الجيرسي يوسف الفوزاعي قرش كرة الأول يسجل هدف اللقاء الذهاب في لوبومباتشي والكرة عند يوسف الفوزاعي يوسف الفوزاعي صحة الإمكانيات الكرة ترجع لهشام السيفي هشام السيفي يلعب مع يوسف الفوزاعي يوسف الفوزاعي فقلنا الكثير من الجنبيه ظهر سعد الجيري في المقابله صحيح يتحكم في فترات من اللعب لكن باقي معناها ما شفناش نشوف يلزم السرعه هذا هجوم لفريق الملعب الكيرسي ولا يخرج الحارس لكن له تاثير معنوي كبير على فريق الملعب الكيرسي اذا وجه لوجه يوسف الفوزاعي مع الحارس والهدف الاول الهدف الاول لصالح الملعب الكيرسي قبل ضربه جزاء لفريق الملعب الكيرسي في مباراة تاريخية هي الملعب الجيرسي متقدم بهدف مقابل صفر على ترتيب زنبي ويعدل على مستوى زوج لقاعات 1-1 وكل شيء اصبح ممكن الان بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية مراد يعني انت حتى في قراءتك في الشوط الاول كنت تقول انه الملعب الجيرسي قادر باش يلعب الهجوم ولعب المزنبي الكرة في اتجاه كولومبي وتقطع الهجوم المعاكس الان يوسف الفوزاعي يوسف الفوزاعي يوسف الفوزاعي يعطي كرة هشام السيفي هشام السيفي معاها المدافع كاسوسولا وهشام بن سيسي اكرم بن سيسي يوسف الفوزاعي يوسف الفوزاعي يعمل مراوغه حمزه حدا من محمد بن طرشة وما زالت العمليه مره اخرى محاوله للتجديد ودفاع بعد تسديده قويه من يوسف الفوزاعي على ما يبدو لي فوزاعي على مصير هذه المباراه كره من ايمن الكثيري ترجع الى وسط الميدان فما لاعب فابيس اونانا من جهه اليمين كره عند احمد حسني ومحاوله التسديد ليوسف الفوزاعي يدخل الدفاع ممتازه من حمزه حدا ليوسف الفوزاعي الهجوم المعاكس يوسف الفوزاعي يوسف الفوزاعي يبدل الكره ممتازه لاحمد حسني بعيد يدخل الدفاع كره عند الفوزاعي يوسف الفوزاعي يحاول يخرج مخالفة ثم يوسف الفوزاعي واليو سيسي يخلي الكرة للفوزاعي ينفذ المخالفة الهدف الأول يطلع الملعب الجيرسي في المباراة شوفوا الإعادة اليو سيسي خلي الكرة الفوزاعي بكل دقة أحمد حسني في المكان المناسب إغالة الحارس رشا كولا ويفتتح النتيجة هدف مقابل صفر دقيقة 22 في المباراة تتغير النتيجة حمزة جلاسي ما يتحكمش في نفسه لكن تبقى الكرة للملعب الجيرسي تتعدى لليو سيسي ترجع الكرة في وسط الميدان يوسف الفوزاعي
بين يوسف الفوزيعي على بكوشه وحمزه الجلاسي. يطلق حمزه الجلاسي اليو سي سي يحاول يراوغ لاعب اول كره في وسط الميدان. التوزيع البحث على الراس الضغط من هشام السيفي بالراس. هشام السيفي التمرير ممتاز جدا لاحمد حسني دخل منطقه الجزاء. احمد حسني تسديد وهدف التعادل. شوف اللقطه وشوف اللي عاد احمد حسني بالساق اليسرى يغالط الحارس الرشاك. هنا الرأسية والتمهيد من محمد المطرش لاحمد حسني. هذا مشاهدينا الكرام تسجيل لمباراة سانكو زامبي والملعب جيمس. المواعيد الرياضية متواصلة. أكرم بنسيسي كرة في وسط الميدان ممتاز جدا التمرير. سموش يحتج هشام السيفي لأنه عنده إنذار. حتى على بنسيسي هل تكون خامس مباراة دون هزيمة؟ استحقاق يذكر فيشكر. انجاز تاريخ الملعب يوسف. هذه المحاولة هشام السيفي التسديد على القائم عن قام. من جديد احتكاك الكرة في مناطق الفريق المنافس يوسف الفوزاعي. هشام السيفي اللي سجل هدف التعادل في اللقاء الماضي تتنفذ. والهدف الأول الهدف الأول هدف ممتاز بكرة رأسية. شوفوا الإعادة هذه تنفيذ الركنية وحمزة جلاسي في مكان مناسب إغالة الحارس ويخلي الكرة في الشباك. والهدف الأول منذ دقيقة. ويدخل فريق الملعب الجبسي هشام السيفي ممتازة. يوسف الفوزاعي خرج كرة 2015 الهجوم لصالح الملعب الجبسي. يوسف الفوزاعي تلف من المراوغات اليو سي سي وجدي البدري والكرة تعود لصالح كلوم الغني. يوسف الفوزاعي يلعب الكرة مع هشام السيفي. هشام السيفي تراجع المردود نتاعو في الفترة الثانية من هذا الشوط الأول. والهجوم المعاكس يوسف الفوزاعي كابونغو كاسونغو اللاعب الكونغولي الخطير أبو بكر سيلا وألسيني كامارا أدوغو هاتف الفريق. والكرة تتعدى ملعب الجيمسي. محمد بن ترشا يتفكر في الشباك. الكرة في وسط الميدان خبر ملعب الجيمسي. الهجوم المعاكس أحمد حسني وجه لوجه. أحمد حسني فرصة أمامكم مرة أخرى. هشام السيفي خرج كرة ممتازة جدا. أحمد حسني وجه لوجه. ترجع الكرة من جديد عند يوسف الفرق ما شفناش بالنسبة للملعب الجيمسي. انطلاقات أحمد حسني لكن أخيرة أبو سي سي أفضل بنسبة امتلاك الكرة في التواجد في مناطق النجم للفترة الأولى دون اعتبار خمسة يوبيك في براغواس وقت ضايع بنادر لأنه فقط الانتصار يخليه يلعب براحة وبقية جولات البطولة. النجم الأولمبي بسيدي مزيد نذكر وجود في المركبة الثامنة ورسمية كيف في النقطة يحاول نذكر وقت فيديو يعمل تغيير في المراكز نفهد الفيديو كما قلنا البطول الشيخ ابن كيلو علي مير في كل الكورة يوسف الفوزاعي تغييره في الدين وارعى معدية يلقى الحل والمساندة عن يوسف الفوزاعي فلاسي حمزة البكوش امشي للفوزاعي فوزاعي لأحمد حسني فوزاعي يبحث عن زاوية التصوير يشوت أحمد حسني يبقى الفوزاعي اختيره. والهدف الأول والهدف الأول للملعب الجيبسي يوسف الفوزاعي افتتح باب التسجيل في ذكر منطقة الجزاء ويباغت ويغالط بسام السيري. أمامكم الإعادة بعد كورة من أحمد حسني يمر في ثلاثة ملعبية بإصرار كبير. يوسف الفوزاعي يفتتح باب التسجيل في دقيقة 49 من المباراة. ثلاث هدف بأقدام يوسف الفوزاعي وهذه الإعادة بسرعة كبيرة. ياخذ الكورة يمر من أربعة إلى خمسة ملعبية مواجهة مع السخيري إغالتو يبقى يوسف الفوزاعي أمامكم صاحب هدف افتتاح باب
خميري الضغطة موجودة ممتازة من حمزة البكوش والمرتدة السريعة يوسف الفوزاعي سحب الهدف يقود هجمة على اليمين الفوزاعي ممتاز العرضية هشام السيفي يوسف الخميري يخلف الكرة الخميري يربح قربة المخالفة مرة أخرى ومصدر الخطورة في تشكيلة الملعب الجنسي يوسف الفوزاعي الدوسي كيفو كيف الميلادي الخميري وخليل القنطاسي اللي غير موجود في قيم السبيرسي وخلدون مظبوط يوسف قبيل من النجم الذي يشيح ويدري استراتيجية هشام السيسي كيف يوسف الفوزاعي الفوزاعي مع عبد القادر ذوي يعمل مرافقة أولى ثانية يستنجد بمهارته مقابلات متأخرة مرات الفوجيبس الفوزاعي على الرواق اليمين اليساري المهاري الفوزاعي ثم يوسف الفوزاعي يوسف الفوزاعي يرجع لعيب المشكلة في ضد الفريق مكان الغندري والهجوم عن طريق يوسف الفوزاعي يرفع كرة في اتجاه احمد حسني اليوسيسي يعمل مراوغة احمد حسني ينتظر الزملاء يوسف الفوزاعي فوزاعي التسديد والكرة تضرب في مدي الوقف ترجع دائما لصالح ملعب جيبسي اليوسيسي يعطي للفوزاعي يوسف الفوزاعي يوزع والدفاع يدخل والتسديد تتنفذ المخالفة لصالح الملعب الجيبسي والكرة راسية فوق المرمى تعديل النتيجة شوفوا المخالفة من يوسف الفوزاعي تنفيذ دقيق وهشام السيفي يعمل مراوغة يخرج كرة ليوسف الفوزاعي فوزاعي مازال محافظ على الكرة يدي اللقطة والكرة ستعود يخرج الحارس سليم الرباعي والكرة يوسف الفوزاعي حاول يعكس بها هجوم صحيح الفوزاعي يتمكن من تسجيل الهدف الأول على الهدف الأول والتسجيل الفارق بالنسبة لملعب الكرسي 2 مقابل 1 والدقيقة 73 يعني بعد 3 دقائق فقط دقيقة 73 يوسف الفوزاعي أمامكم الإعادة إغاثة الحارس سيف الدين الشرقي ويتمكن من تسديد الفارق في الملعب الجبسي 2 مقابل 1 في مباراة الجولة الماضية أمام الأولمبي الباجي في مباراة الحديد الفني هذه المباراة شفنا في الجيال تاع تربح كان ترجل وهذه كورة للملعب الكاسي من هشام النسيفي وتدخل من هشام النسيفي يوسف الفوزاعي فوزاعي يورك سعد مدير يعكس الهجمة رباحية الدفع في هجوم الترجي في وجود الخميسي كبير صعبية والبدري 4 فور 4 نتاع الترجي نصيحة أخرى من هيب المباركي ترجع يوسف الفوزاعي الفوزاعي يدور على هشام النسيفي يشوف الفوزاعي يكون مش موجود هذا ما يخلي يشوف هذه كرة يوسف الفوزاعي وتدخل بالبوكسين تاع ضربة ثقة وتعرف للملعب الجيش درامي ميكايلو يوسف الفوزاعي لمسة اللي على الدين دمشق يحاول يهرب دمشق كرة صحيحة كرة تعود من على ميكسيسي الملعب يبكي محظوظ حمزه الجلاصي قريب من افتتاح نتيجه على اسم مخالفه نفذها احمد حسني. النسخ في التنفيذ يوسف الفوزاعي لا يترك الفرصه الحره دون مغالطه حارس مرمى نافي حمله يعدل النتيجه اكثر من هذا الهجوم دائما من جانب الصيده يوسف الفوزاعي يوزع وراسيه احمد حسني تجد حارس الاتحاد في المكان المناسب قبل جيبسي في وضعية هجومية عن طريق أحمد حسني اللي يجد نفسه مع محمد أمين بن إسماعيل يسقط ودابوسي صفر ضربة جزاء ويقصي الأخير والأحتي يوسف الفوزاعي ينفذ وينجح في تفتيح نتيجة للستايدا يوسف الفوزاعي في الدقيقة 92 يقود هجوم معاكس يخرج أحمد حسني راس راس الأخير يسقط ومختار دابوسي صفر ضربة جزاء ثاني المفتاح للستايدا يوسف الفوزاعي من جديد يتولى التنفيذ ويعطي الأسبقية من جديد للملعب الجيبسي كان فيها الملعب الجيبسي الأقرب من افتتاح النتيجة و56 قلب
بعد توزيعه من يوسف الفزاعي. فقط في 8 دقائق لعب مجهود كبير من يوسف الفزاعي يتجاوز اكثر منافس. التمرير فخر الدين قلبي دون تعقيد بلمسة يسارية لغاز الحارس يوسف طرابلسي يفتتح النتيجة، يمضي بالمناسبة أول أهدافه في الموسم الحالي. الكرة نتاعها مش بالسهل باش تربحها، الأوبجيكتيف نتاعنا إن شاء الله توا نفرحوا اليوم وغدا نخمموا في الماتش الجاي. دقيقة 45 مكن هجوم ستايل من وضع حد الإخفاق الهجومي وسجل درامي ميكايلو الهدف. أسعد الادريدي بين امان في المباراة الثانية. فوزاعي نهضة افضل لاعبين الفوزاعي في تشكيل اسمه الشادلي فما شكون يعاود هذا هجوم يصرح الملعب الجيمسي. فوزاعي يلعب في ظهر المدافعين متفتن الدفاع الجاوي هو منوب الحديد كرة ترجع. فوزاعي في وسط الميدان بين تمرير هدرامي سريع يتبع فيه محمد علي بن سالم ويحكى على الى هشام الشيخ يلعب مع فوزيع. فوزيع يحاول يسجل. فوزيع يكون المدرب السابق للملعب التونسي كرة ترجع هشام الشيخ. فوزيع لهشام الاسيف هاي الإعادة تمرير كانت ممتازة جدا من يوسف الفوزيعي كيف جات من هشام يعني يوسف الشيخ فوزيع طويلة إلى هشام الشيخ وجد الولاد الباجي الملاحظه كون الولاد الباجي دخل بنفس التنظيم مع ضغط عالي عكس الشوط الثاني اللي دخل قبل المباراه تاع الحصني. ترجع فوزيع بين المراوغ. فوزيع ينطلق يوسف الفوزيع بين التمرير خطير الكور يصلح الاولمبي الباجي والحارس الى السيما المزلين. السيما المزلين فوزيع ياخذ الكرة يوسف الفوزيع بين التمرير الى علي الدين قمش خطير الوجر الدفاعي الاولمبي البيج يوسف الفوزاع خطير الكرة غريب يسجل هدف تبديل الفريق خيلي عاد تتنفض المغالطة في مرة أولى هشام السيفي يضيع الكرة درامي ثم ترجع من جديد سيسي ثم الكرة ترجع لدرامي سننتظر بطبيعة قدم الدقائق تتنفض الركنة يخسر إلى يوسف الفوزاع يتوزيع في القائمة الثانية هو الاختيار غريب هدف نقاش في تقريبا الشوط الثاني كله في الدفاع هذا تفكير المدرب وعزز دفاعه شيء واخر وبالطبيعة حتى يبقى الفريق يلعب مدافع نعرف انه المشاركة الفريقية في الموسم الماضي ثم هدفين فقط والكرة مرة أخرى يصلح الملعب كيف في المقاتل يعلن عليها الحكم مسكين بالاخواس يصلح ملعب الجبس المراوغه ويتحمل دفاع ملعب الجبس عكس الهجوم من يوسف الفزاعي يوسف الفزاعي ممتاز العمليه يعمل مراوغه اولى وثانيه دخلت الترامي ميكايلو الترامي ميكايلو دخلت الجزاء يوسف الفزاعي يستعد ياخذ الاشاره ويسجل الهدف الاول الهدف الاول يصلح الملعب الجبسي في توقيت 36 دقيقه يعني دقيقة 77 في المباراة افتتاح النتيجة عن طريق يوسف الفزاعي اثر نجاحه في تنفيذ ضربة جزاء ترامي ميكايلو اللي توج تألقه في هذه المباراة بالحصول على ضربة جزاء بعد ما تجاوز الدفاع بسرعته وامكانياته المعهودة الفنية وبالطبيعة الكرة تضرب في يد المدافع ولو انه صورة قلت لك انه شوية حرجة عندنا يفرد الكرة خطيرة الهدف الأول والهدف الأول للملعب يوسف الفزاعي في تقريبا 52 دقيقة يوسف الفزاعي انتظار إعادة العملية والاحتفال بطريقة مميزة لاعبين ملعب الجيبسي تنفيذ المخالفة بطريقة جيدة من يوسف الفزاعي أي الإعادة ملمسها حد الكرة ومباشرة في الشباك يوسف الفزاعي يسجل اولى الاهداف سيناريو جديد في هذه المباراه مع تقدم ملعب الجيبسي هدف مقابل صفر هدف